بيكم. الفيديو ده لكل بنت عايزة تتجوز، ازاي تقدري تبعتي طاقة زواج علشان تستخدمي حلم الطاقة علشان تتجوزي. طيب يبقى الفيديو ده لكل بنت بتفكر ان هي عايزة تتجوز، في شوية تابس او نصايح علشان تقدري تجذبي شريك الحياة عن طريق علم الطاقة، هقولها لكم وهشيرها معاكم دلوقتي وركزوا فيها كويس جدا جدا. رقم واحد، احنا النهاردة هنتكلم عن علم طاقة المكان وتأثير علم طاقة المكان عن ان يجيلك عريس بجد، او ايه الحاجات اللي ممكن تمنع ان يجيلك عريس او تمنع طاقة الزواج، وهل الكلام ده مظبوط ولا لا. طبعا الكلام ده مظبوط بنسبة 100%، وفي ناس فعلا جربت الكلام ده وحصل. ففي شوية نصايح وبوينتس لازم كل بنت تكونسيدر وتاخدها في عين الحسبان، وخاصة في اوضة نومها. رقم واحد، لا للكراكيب. بصوا يا جماعة، الكراكيب دي بتمنع وجود الطاقة في البيت، يعني بلاش تكراكيب تحت السرير، لازم يبقى في مسارات للطاقة تحت السرير، بلاش كراكيب فوق الدولاب، بلاش كراكيب اصلا، بلاش تكراكيب في المطبخ، بلاش اي كراكيب، بلاش تخزين، بلاش زحمة، لان الموضوع ده بيمنع مسارات الطاقة، بيمنع ان الطاقة تنتشر. فيبقى رقم واحد، بلاش كراكيب في اوضتك، بلاش كراكيب في البيت عامة، بلاش تخزين تحت السرير، لازم تحت السرير يبقى فاضي، يا ريت السرير يكون عالي، كل ما السرير بيكون عالي بيبقى افضل. زي كده السراير بتاعت اجدادنا، افتكروا كده السرير بتاع جدك وجدتك اللي هو كان بيبقى حديد ولا الومتال، ده اللي هو النحاس ده اللي بيبقى طويل، ده فعلا الكلام ده حقيقي. رقم اتنين، لازم اوضتك تتهوى كل يوم، كل يوم تدخلها شمس وتهويها، دخلي لها هوا عشان الطاقه السلبيه دي تمشي، ونحل محلها الشمس تدي طاقه ايجابيه، تدي باور، يبقى لازم تهويه الاوضه. رقم 3، الاوضه تتبخر على الاقل يوم واحد في الاسبوع عكس عقارب الساعه، البخور بيمنع الطاقه السلبيه وبيجدد الطاقه، فالبخور مهم جدا جدا يا بنات، يعني كل دوري عليه بخور بتحبيه انت، حبي الموضوع، حتى تبخري دولابك لان ممكن تكون في طاقه سلبيه في الهدوم، او مثلا تكوني لبسك كنت لابسه وانت متضايقه، حصلت موقف متاثره بيه، برده ان انت تبخري الدولاب بتاعك وتبخري هدومك دي حاجه كويسه جدا. تبخير الاوضه ان انتوا تبخروا الاوضه، حتى تبخروا البيت كله يعني عكس عقارب الساعه، ويفضل دايما بعد الفجر او ساعه المغرب يعني. طيب تالت حاجة، ان الاوضة او البيت عامة يتمسح بمية وملح، يعني مية بملح، عارفين تحطوا فيه ريحة بتحبوها كلوركس، بس الملح عشان الملح برضو بيحارب الطاقة السلبية، المية بالملح دي يا جماعة سحر. علشان كده لما احنا نكون فاكرين لما زمان يعني كانت الست تبقى الراجل يبقى راجع تعبان كده، والست تحط له رجليه في مية بملح وتقعد تدلكها له، ما بيطلع له الطاقة السلبية، مش احنا لما نكون متضايقين ونروح البحر ونشم ريحة اليود كده بالمية بالملح، تحس ان طاقتك اتجددت وبقيت شخص تاني، دي حقيقة فعلا. طيب لازم تكون فيها طاقة فيميل وطاقة ميلز. يعني ايه طاقة فيميلز وطاقة ميلز؟ يعني اوضة يبقى فيها طاقة فيميلز، يعني طاقة فيميلز بقى الميك اب الالوان بتاعت البنات، طاقة الميلز بقى اللي هي حاجات بتدل على طاقة الميل، حاجات ليها علاقة بالرجالة، حاجة كورة كده، حاجة ليها علاقة باي حزام رجالي بقى، عارفين الحاجات اللي هي البراويز اللي ليها علاقه بالرجاله، الصور كمان، فاكرين الصور زمان كان لينا صور كده اللي هم تلاقوا كده كابلز عصافير كده عصفورين مع بعض، فراشات مع بعض بس يبقوا كابلز يبقوا زوجين، روميو وجولييت، والله بجد الصور دي كانت موجوده زمان جدا جدا، حصانين بس يبقى في كابلز، صور زواج، يعني عشان ده بيعمل توازن كوني او توازن طاقي موجود في الاوضه. لازم كل حاجه يبقى فيها فردتين، ما ينفعش يبقى فيه كومودينو واحد، لازم يبقى فيه اتنين كومودينو، يبقى فيه يعني كل حاجه تبقى تو كابلز، يعني كومودينو واحد ده غلط. طيب السرير ما يكونش ظهرك دولاب، ما يكونش تحت شباك، ما يكونش في وشك مرايه، يعني لو في وشك مرايه يا ريت تتغطى قبل النوم، يا ريت نتخلص من المرايات المكسوره، اي حاجه مكسوره، اي حاجه تلفه او حاجه بايظه نتخلص منها ونرميها، الهدوم اللي ملهاش لازمه، الهدوم القديمه اللي ما كناش بنلبسها، بالعكس احنا كده ممكن نبرع بيها، نديها للمحتاجين، نديها للاشخاص اللي حاجه ليها، ونبقى احنا كده ضربنا عصفورين بحجر، ضفنا الطاقه بلس كمان اديناها لشخص محتاجها، يعني لازم تشحني اوضتك كده بالطاقه كل شويه. الكريستال برضو بيدي باور كويسه جدا، الاحجار بتدي باور قوية جدا جدا.
يعني اي حاجه ليها الذهب على فكره، تعرفوا ان الذهب بيدي طاقه، يعني البنت لما تبقى لابسه مثلا يعني تلبسي ذهب بيزود الطاقه بتاعتك على فكره. ممكن تلبسي ذهب عليه مفتاح الحياه او عليه قلب زي ما انا لابسه، ده بيزود طاقه الحب. فالذهب يعني دايما الستات اللي بتلبس ذهب دي حاجه كويسه على فكره، كل ما بتلبسي ذهب اكتر كل ما بيزود طاقتك بتزود طاقتك اكتر بكتير جدا جدا. طيب موضوع الكراكيب ده، في حد بيسالني الكراكيب ده مهم؟ والله العظيم موضوع مش هزار، الموضوع مهم جدا جدا، يعني موضوع الكراكيب ده بيمنع مسارات الطاقه. كمان برضو محبذ ان انتوا ان احنا كل شويه نغير نظام الاوضه، يعني ايه مثلا مكان السرير لو ينفع، مكان الدولاب يتنقل، تنقلي اماكن ال الفرنتشر او العفش جوه الاوضه دي. على فكره انا مامتي بتحب كده كل شهر تبقى قلبه نظام البيت، تجيب الصالون مكان ده في البيت كله، حتى ده بيجدد الطاقه وبيحرك مسارات الطاقه، ودي مهمه جدا جدا. بلاش صبار، انا سمعتها قبل كده من خبيره علم الطاقه دكتور صهيد، انا بحبها جدا. بلاش صبار، بلاش صبار، بلاش صبار في الاوضه، بلاش صبار قدام في الجاردنز، بلاش صبار، لان الصبار ده يعتبر نبات شيطاني او بيدي طاقه شريره، نبات شرير، يعني هو بيبقى موجود في الحاجات المش كويسة. فبلاش في المقابر، بيبقى موجود في الحاجات المهجورة، بلاش صبار في البيت أرجوك. أوكي. برضو المية بملح، ونحن نرش الملح في زوايا الأوضة دي حاجة برضو بتعمل تجديد للطاقة. التنظيف المستمر يا جماعه، التنظيف المستمر برضو ان انت اوضتك تبقى منظمه، ريحتها حلوه نظيفه، بتدي باور. كمان ان انت تكوني التراب بيشيل الطاقه، يعني اتخلصوا من اي حاجه فعلا قديمه، والله بجد دي نصيحه. اي حاجه، اصل في ناس بتحب تجمع كراكيب دي طاقه مختزنه ملهاش اي 30 لازمه. اوكي. بعدين تاني حاجه ان انت دايما تدعي ربنا بنيت ان ربنا يرزقك بالزوج الصالح، أذكار الصباح والمساء، تقرأي سورة ياسين بنية إن ربنا عديت ياسين ربنا سبحانه وتعالى يرزقك بالزوج الصالح. وفي تمرينات تانية أنا هديها لكم عن إزاي تأتراك اللي هو شريك الحياة أو تبعته طاقة زواج، بس الحاجات دي هي عن طريق استخدام علم طاقة المكان أو أوضة البنت اللي عايزة تتجوز. لازم تراعي الموضوع ده، حتى بلاش تشتروا الحاجات من بدري اللي هو بقى الخلاط والسخان والحاجات دي وتفضلوا حاطينها، لأن ده برضو يعني دايما اشتروها حتى وقتها، لأن الحاجات اللي بتشتروها تخزنوها دي بتمنع الطاقة في المكان. صدقوني يا جماعة، صدقوني والله العظيم. واشكركم، يا رب الفيديو يكون عجبكم، وتنسوش تابعوني على السوشيال ميديا على الفيسبوك وعلى انستجرام، وبليز اهتموا بالمعلومات اللي انا قلتها لان هي معلومات مفيده جدا وتاثر عليكم في حياتكم. اشوفكم في فيديو تاني، بليز قولوا لي ايه رايكم في الكلام ده، وفعلا حصل معاكم اي حاجه ليها علاقه بالكلام ده ولا لا؟ قولوا لي، تابعوني من فين، انتوا برج ايه، والكلام ده فعلا ليه علاقه بالفونج شوي او علم الطاقه، والكلام ده مثبت علميا. شكرا، بحبكم، جربوا الكلام ده وقولوا لي نجح معاكم قبل كده ولا لا. ثانك يو، باي باي.